أقول يا عامر، لا تقرر أي شيء لين تسألني. أهلا تركي، كيفك؟ تمام توني. أهلين. مرحبا. هلا، وينك يا رجل؟ صرنا أسبوع ما شفناك. أبد والله، كنت مع حبيبنا عامر قاعد ألف على الديرة. أهلا وسهلا، تفضلوا، أستاذ جاك بستناكم. لا 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 لا، ما يصير ذا الكلام يا توني. بصراحة 150,000 كثيرة على 3 طن عسل. احنا العسل في السعودية يجينا من دول مختلفة وفي منافسات كثيرة، وبصراحة هذه خسارة كبيرة علينا. ولا تاخذت هذا اخر سعر بمنحكم اياه بصراحه، لانه اول مره بتتعاملوا معنا، ولانه بعرف انه في علاقه صداقه بينه وبينك يا تركي، فبتمنى انكم تقرروا، لانه كثير مشغول وعنده مواعيد ثانيه. انا مقدر الكلام هذا من مستر جاك، بس ممكن تعطونا كذا 10 دقائق انا وزميلي عامر عشان بس يعني نتناقش شوي ونجتمع؟ 10 دقائق ما في مشكله، تفضل خذوا راحتكم. تفضلوا شباب، هاي فرصة ما بتتعوض، تشاوروا ردوا لنا خبر. شكرا توني. صاحي انت ليش تماطل؟ تبي الصفقة تضيع علينا؟ سعر الكيلو ب50 ريال، يعني بالرياض تبيع ب200 بالراحة. هذه تجارة، لازم نفاصل في السعر عشان ناخذ أحلى سعر. يا شيخ طير أنت مسوي فاهم. وش ذولي؟ الله، علمي علمك، بس خلني شق. يلا
كارغاد ناخذ سوتشخالي اراوين دارتشيس موتو يار دامي توت شاد كارفي دار دوت شكارغا نبي واحد يتكلم عربي. شتاب اسكت يا ابن الحلال اسكت. هذول ما هم فاهمين علينا ولا بيفهموا. وين برالي قدبا جيكي سادامي سيميغو برابيس غازراك كل اللوباشي ساكاكو سيسخلي سامسليس كودكسي سامسو زاميتوت كويته مخلصتان اخبا. We don't understand. No English. No Georgia. شتاب نبي محامي. هذا ظلم ظلم. ليش يتهمونا بالقتل؟ لا والمشكلة بعد يبي يحاكمونا. أزين خلهم يحولونا المحكمة أكيد القاضي بيكتشف براءتنا. ما أنت ملاحظ إنه العصابة واصلة؟ يعني الموضوع فيه فساد. كله منك ولا انا وش لي بتجاره العسل؟ تعال يا عامر بنسوي بزنس بنصير اغنياء بنكسب ذهب واخرته وشو؟ قضيه قتل. وانا وش دراني ان جاك متورط مع العصابات ولا يتفاعلهم الليتوات؟ اقول اسكت بس. الله يخرجنا.
تقول؟ هذا وش فيه كارهنا كذا؟ ما ادري. بورتي أخلي بي مني ده قرود نه بچو اخله بي او اسني اخله بي انا ما تورا اون ده گيت خره وين вообще арбаз рот какой ты пиберен то как на хей сугори куреба меоре шишине були миве салмот бичево миве салмот داوي شالت الحقير والله ما خليه اتركه اتركه يا عامر انا متاكد ان وراه شيء مركز بديتي احنا شباب